مل. على عالية وطالع شناوي بالبوكس وهدف، هدف محمود فتح الله، وخطأ قاتل من الشناوي، بتقع كرة من ايده على طول تسقط لمحمود فتح الله يحطها في المرمى الخالي واحد الزمالك لا شيء الجيش، بخطأ قاتل من الشناوي يحرز محمود فتح الله هدف جميل في سرعة بديهة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الثاني. يتقدم الزمالك بهدف من الراجل اللي قدامكم، في حد يعمل كده؟ طالع بيعمل ايه ده؟ بص طويل على الفاضي وحتة كده من فتح الله استغل فيها الناحية الدفاعية الناحية العاب الهواء كويسة جدا، وادي الكورة اهو ضربة حرة مباشرة يلعبها علاء، يطلع الراجل ده اي كلام، طالع بيعمل ايه؟ تسقط ليه فتح الله، يلعبها حلو قوي 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 عشان